وتعرفون انتم معنا ايش معناته الاوبورتونستيك. اوبورتونستيك وانا مايكرو اورجانيزم يعني اوبورتونستيك انفكشن. انا مايكرو اورجانيزم ذات يوجوالي داز نوت كوز انفكشن اف ذير از سبريشن ان ذا اميون سيستم او موديفيكيشن بالاميون سيستم راح يصير عندنا presence of this type of infection. فبالنسبة لل fungal infection اللي راح يكون عندنا the tissue invasion of the opportunistic mycoses are a group of fungal infections that occur almost exclusively in immunosuppressed patients. إذن لازم يكون عندنا فد عامل مساعد اللي هو immunosuppression حتى يصير عندنا infection by the opportunistic mycoses. أهم opportunistic mycoses اللي تصير عندنا هي ال caused by the aspergillus اللي يسموها aspergillosis, ال mucor mycosis اللي هو هذا هسه الدنيا مقلوبة عليه اللي هو العفن الأسود أو الفطر الأسود أو ما هكذا يسمى, وعندنا الكانديدياسيس والكريبتوكوكوسيس والنيموسيستس يوروفاكاي أو جيروفاكاي أو جيروفيسي كل واحد يقرأها شيء. فهي نيموسيستس يوروفاكاي لأن هذا الاسم جديد, هذا كانت هي سابقا اسمها نيموسيستس كاريني يسموها نيموسيستس كاريني. أسمى نطلق عليها نحن نعرف ليش اتغير اسمها. أول ما رح نبدي بالأسبرجيلوسيس. الأسبرجيلوسيس هو spectrum of disease that's caused by Aspergillus species. الأسبرجيلوس species اللي تعرفون هو موجود كسافروب سافروفايت اللي هي microorganism that's present in the environment. It's present in the nature. طبعا عندنا تقريبا 180 سبيشيز من الاسبرجيلوس, 40 منها تعمل لنا انفكشن بالهيومن, لكن الموست امبورتنت سبيشيز اللي هي موست كومنلي ايزوليتد من بعد اسبرجيلوسيس هي الاسبرجيلوس فيوميجاتوس اللي هو 85% من الانفكشنز كوز باي اسبرجيلوس, اسبرجيلوس فليفر, اسبرجيلوس نايجر اند اسبرجيلوس سيروس. هذول four main species that have been isolated and meant to cause infection in human in the form of aspergillosis. الاسبرجيلوسيس بالنسبة للباثوجينيسيس and clinical feature تختلف حسب مسار الكونيديا ايش راح يعني اشون pathway تاخذ اشون وحسب الimmune status من البيشنت وهل البيشنت عنده underlying disease او لا. فمثلا أول شيء عندنا الإيرونايس كونيديا تحقسم إلى 3 pathways. الباثوي الأول اللي هو في حالة الأتوبيك patients البيشنت اللي عنده حساسية. الباثوي الثاني إذا البيشنت عنده cavity باللونج patient with a cavity in the lung. النوع الثالث من البيشنت اللي هو الاميونوسبرست patient اللي هو مثلا عنده immunosuppressive therapy أو عنده immunosuppressive disease مثل جماعة الـ HIV أو جماعة المالجنسيز blood malignancy أو هو already هياخذ immunosuppressive treatment اللي هي سواء كانت anti-cancer أو حتى corticosteroids نفسها تعتبر immunosuppressive agent. فرح نأخذ كل واحدة أش ممكن أش راح تمشي الباثوي مالتها وأش راح يكون clinical presentation. فبالنسبة للأتوبيك patients يعني هو أتوبيك patient راح يصير الكونيديا راح تسوي له enhancement of the allergic reaction. So he will be presented in the form of allergy. الالرجي مثل ما تعرفون دائما البيشنت اذا عنده الرجي ايش راح يصير عنده بالبلاط راح يرتفع عنده both IgE and the eosinophil. يعني بالنسبه للسيلز الايزينوفيل راح ترتفع فيصير عنده ايزينوفيليا, وبالنسبه للميونوغلوبولينز راح يكون عنده increased level of IgE. So in the atopic patient when he inhale the conidia of the aspergillus he will develop allergic reaction which will be demonstrated يعني pathologically speaking by eosinophilia and increasing in the IgE. الدزيز اللي راح يصير عندنا اسمه allergic bronchopulmonary aspergillosis. الدزيز راح يكون allergic bronchopulmonary aspergillosis. إذن هو راح يكون allergic reaction يعمل لنا الدزيز اللي هو allergic bronchopulmonary aspergillosis. البرزنتيشن مال البيشنت شلون راح يكون اسمعك اتاك يعني يجي مثل الاتاك مال الربو patient يجي دسنيا يجي wheezing يعني يصير عنده low oxygen count والدقيقة اللي قد اختنق مع patient
تحس التكيبنيا, كل هاي العلامات مال الأسمة. So it is in the form of asthma like. إذن هذا أول مسار أول disease in the form of the atopic reaction. المسار الثاني للأسبرجيلوس حتى يعمل إنه disease اللي هو patient with cavity. يعني إيش patient with cavity؟ patient عنده بلونج أول disease مثلا عنده healed TB, عنده مثلا TB وبقت فيها cystic lesion. مرات يعني patient مثلا إما يصير أكيد أنت كن أخذت TB إما يصير له calcification إنه يصير في التكلس أو تبقى كافيتي, أو مثلا عنده old cyst مثلا هاي ذات السيست مثلا أيضا cured بس بقى السيست, أو يعني مهما كان السبب هو أورد مثلا genetically عنده cyst cystic lesion باللنج. فأي form of cavity هذا راح يكون إيش مرتع للكونيديا. إيش راح يصير بها الكونيديا؟ الكونيديا راح تدخل داخل هذا الكافيتي بعد ما يصير عندنا inhalation راح تعبر عن طريق البرونكس وتوصل إلى الكافيتي. يبدي هنا راح يصير عندنا germination. شوفوا بأول حالة كان عندنا أي غرف فقط الكونيديا هي بحد ذاتها عملت إن allergic reaction يعني دخلت مثل الallergen صار. هنا لا راح يصير عندنا germination of the conidium to the hyphae inside the cavity. يعني داخل الكافيتي راح يصير عندنا germination وراح يصير عندنا هذا formal hyphae. شفتوه أنتم شفتوه بالكابتشر راح يصير عندنا هذا the thread like structure داخل الكافيتي. بس إيش من اللي يميزه no duration يعني راح يبقى localized inside the cavity localized inside the cavity. يسوينا ديزيز ايش يسموه اسبرجيلوما او يسموه فانجل بول. اسبرجيلوما او فانجل بول. اذا الديزيز اسبرجيلوما او فانجل بول شو راح يجي البرزنتيشن مالته؟ كاف ديسنيا ويت لوس فاتيج اند هيموبتيسيس. شوفوا تشبه الساينز والسيمبتومز مال منو مال البلمونري تيبي يعني كانه ما راح يكون ايش كرونيك لانج انفكشن يعني عاده الفنجل انفكشن تكون كرونيك. اذا هذا الباثوي الثاني البيشنت وذ كافيتي راح يصير عندنا جيرمينيشن فورميشن اوف هايفي بات نو بنتريشن يعني نو بنتريشن تو ذا وول اوف ذا كافيتي اور تو ذا لانج تيشو. ما راح يصير عندنا بنتريشن لا للوول مال الكافيتي ولا لللانج تيشو. راح يسمونه ديزيز نسميه اسبرجيلوما او يسموه فنجل بول وينتهي بساينس اند سيمبتومز كرونيك lung infection in the form of cough, dyspnea, weight loss, fatigue, and hemoptysis. The pathway الثالث اللي هو البيشنت إذا كان immunosuppressed اللي هو سواء كان immunosuppression من نتيجة يعني كديزيز أو كتريتمنت الحالتين راح تعطينا نفس النتيجة. راح يصير مثل حالة الفنجل بول. شو راح يصير تدخل الكونيديا ويصير بيها germination تتحول إلى هايفي. الفرق هنا انه الهايفي هنا it will penetrate the wall reaching to the blood vessel يعني راح تخترق التشو مال اللنج وتصل الى البلد vessel. من تصل الى البلد vessel خلاص اذا وصلت الى wall body فيسمون invasive pulmonary aspergillosis. invasive pulmonary aspergillosis. signs and symptoms تشبه كثير الفانجر بول اللي هي فيفر يعني ما عدا انه هنا راح يكون هاي فيفر لان نوعا ما راح يكون البيشنت مور توكسيك يعني مثل الاكيوت ستيت تصير بيشنت راح يكون فيفر كاف ديسني ايضا هيموبتيسيس لانه هو دخل صار انتريشن لللانج تيشو بالنفاق لللانج اكيد راح يصير اروجن لللانج تيشو صح هذا هيموبتيسيس يعني كان سبب الهيموبتيسيس وجود الكافيتي اللي هي ايضا يصير لربما يصير بها اروجن بس ما يصير عندنا انتريشن. هنا سبب الهيموبتيسيس انه صار عندنا penetration في the blood vessel. شوف هنا العباره اللي لك with or without dissemination يعني شنو with or without dissemination يعني ممكن انه هو يسوي invasion للبلد ويبقى داخل اللنج يسوي destruction of the lung tissue او ممكن انه اذا ممكن بعد اللي هي الحالات الاكثر شيء يصير dissemination يصل الى the bloodstream ويعمل لنا fungemia اللي مصطلح يشبه السبتسيميا. اذا هذا الفيز بالنسبة للباثوجينيسيس and clinical presentation of aspergillosis مثل ما تشوفوا معكم إما in the form of asthma-like attack in the atopic patient or in the form of chronic lung disease like TB in the patient with cavity
أو in the form of pneumonia, toxic state and invasive pulmonary aspergillosis in patient immunosuppressed. وستشوفون أمامكم هاي الصورة الأخرى اللي هي توضح بالحالات الثلاثة اللي ذكرناها، اللي هي الحالة الأولى اللي يصير بها allergic reaction اللي هي في حالة الأتوبيك patient فقط يصير عندنا يعني in the form of increasing eosinophil اللي هي نتيجة الألرجي لوجود الفنجل سبور. إذن هنا no role of hyphae or chlamydia، فالفنجل سبور جت لهذه الحالة وعملت لنا ألرجي وصار أسمنت كذا. هذه الحالة هنا إذا البيشنت عنده old cavity دخلت الكونيليا صار بيها germination تتحول إلى الهالفي راح نسوينا إلى الفرجولوما أو نسميها قلنا الفنجر بلوك that heal lung scar or abscess from the previous disease from the previous disease from the cavity سواء كان TB أو abscess أو hagnet cyst أو whatever the cause of this cavity. والنوع الثالث اللي هو الانفيد إنه يدخل إلى اللنج تشيو من اللنج تشيو يعبر ويصل إلى blood vessel وطبعا بعد الفورميشن مال الهالفي ويخرق السيلز ويصل إلى blood vessel ومنها يصل إلى blood stream. إذا هذا في pulmonary aspergillosis أو aspergillosis in general. الدايجنوزز شو راح نصل الى الدايجنوزز؟ شوف مشكله الفنجس خصوصا الساكروفيتيك فانجاي دائما تهمل. ليش دائما مثلا يعزلوها بالكارتريكس يعني يعتبروها كونتامينت؟ فلازم يكون ذا كلينيشن لازم يكون اليرتد، ومن يكون هو اليرتد لازم يعمل ايضا اليرت للمنو للابو المختبر من يبعث له هو يكتب له سسبشن. انا عاد اشك بهذا البيشنت مثلا عنده فانجل وعاد اشك هذا البيشنت عنده انفيزيف بولمونري اسبرجيلوسيس. حتى اذا طلعت طفل كلتشر ما له اسبرجيلوس ما يهمل ويعتبر كونتامينيشن وانما يعتبر كوز اوف ديزيز. فاشرح نصل للدايجنوزيس. اول شيء سبيوتم ان سبيرت تراكت سبيسمن، ممكن ناخذ السبيوتم ولا ما كلش مفضل اللافاج يعني البرونكي الافير اللافاج مفضل. وايضا طبعا معاها اللونج مايوبسي هي هذه a good specimen. البلوت سامبل ما كلش يفيدنا rarely positive for culture اللي هو في حالة invasive ما كلش ينفع البلوت سامبل for culture، يعني البلوت سامبل هنا for culture ما ينفع. لكن وصف ينفعنا البلوت سامبل بعدين بالسيرولوجي راح نرجع عليها لاحقا. زين شو راح اعمل diagnosis؟ اول شيء طبعا diagnosis مثل ما قلنا اول شيء microscopic examination سواء كان histopathological logical او direct A or AG اللي نحن نعمله او يستخدمون الكالكوفلور. كالكوفلور لايت، الكالكوفلور هو نوع من انواع الميلوفلورسنت ستينينج. ميلوفلورسنت ستينينج نستخدم بيها الميلوفلورسنت ميكروسكوب، وهذه الصوره اللي تطلع عندنا بالنسبه لل دائما الميون الكالكوفلور يطلع لونه ابيض على ازرق. الميلوفلورسنت عاده يكون يعني يستخدمون اذر ذان كالكوفلور. كالكوفلور لايت من الفلوسنت يطلع لون على خضار أو على صفار. إضافة قلنا مثل ما قلنا إلى الهيستولوجيكال إكزاميشنز سواء كان نعمل الهيستولوجي نبعثه صبغة خاصة من الفانجس أو الهيستولوجي العادي اللي هو H&E. الكلتشر طبعا على الـ SDA. نقطة مهمة هنا بنعمل كلتشر بالـ SDA ما يصير نخلي له سايكلوهكسامايد. إذا تتذكرون من أخرنا الفانجل إنفكشن جماعة التينيا إن لازم يكون يحتوي على سايكلوهكسامايد to inhibit the saprophyte. هم هذول saprophyte إذا أنا خليه سايكلوهكسامايد ما راح يطلع عندي الكلتشر. هنا مثل معجون الكورني هي هذه الكورني مالته velvety to powdery طبعا تكون colored والكلر ماله يعتمد على السبيشيز. مثلا هنا هذا اللي لونه على بلاك الاسبرجيلوس نايجر، هذا الاسبرجيلوس فونجيتوس، هذا اللي يكون التيرس. طبعا هذه يسووا له دايجنوزز للسبيشيز ما فقط يعتمدون على الكلر مال الكولوني بشكله وانما ايضا يعملون عليهم الكيميكال اكتيفيتي اللي ما في تشوفهم. المهم انه انت اذا عرفت الاسبرجيلوس بيشنت اسبرجيلوس انفكشن سو ويل تريت اسو.
نجي على السيرولوجي. الانتيبيتي تيست ار نوت هيلبفول، طبعا نوت هيلبفول فور دايجنوزز. ليش؟ لانه دائما احنا يمكن نوعا ما كلتنا كنا صار عندنا انهيليشن من السبور، ولا ربما بطريقه او باخرى يصير اكتيفيشن اوف ذا اميون ريسبونس، او حتى بالانفيزيبل من الاسبورجوبوسس ما كان شيء يفيد. اللي يفيدنا منه انهم ندور على خلينا نقول الميتابولاي او الكونتنتس مال الفنغس، اللي هي منه السيل وول جالاكتومانان. هذا السيل وول جالاكتومانان هذا يعتبر دايجنوستيك في حاله الانفيزيبل من الاسبورجوبوسس، خصوصا في حاله الانفيزيبل من الاسبورجوبوسس. الفنغال وول دايجنوستيك مالتها تكون باكثر شيء على يعني راديولوجيكال اكزامينشن، يشوفون سيستولوجين داخل الفنغال وول، يعني هذا الدايجنوزز الاكثر اعتمادا. ليش؟ لانه هنا ما عسر عندك انتريشن، فالسيل وول كونفيدنس ما اتصل الى والله الجالاكتومانان ما نشوفه. اذا السيل وول جالاكتومانان يعني خصوصا ويصاب بالانفيزيبل من الاسبرجوبوسس، واللي هي المور انفيزيبل ديزيز واللي سم تايمز فيتال. ممكن ان نعمل له انتروديرمال تيست فور اسبرجوبوسس في بيطس. هذه بس بتفيدنا الانتروديرمال تيست، تفيدنا للبيشنت بالاسبرجيلوما إضافة إلى البيشنت اللي عنده ألرجي. إذا إذا تتوقع البيشنت عنده بيزيك بولمونري اسبرجيلوسيس إنه مارك تكسس اللي فيه أكثر هو السيل وول جالاكتومانان. إذا كان البيشنت عنده أسبرجيلوما أو ألرجي، خصوصا بالألرجي لأنه هاي is the only way for the diagnosis، نستخدم الانتروديرمال تيست. أنا كما قلت لكم إنه الأسبرجيلوما ممكن نعتمد على الراديولوجيكال إكزامينشن، ولو أنا ما دخلت لأن هذا شيء من جماعة الكلينيشن في الحقيقة كثير افتضبط من المحاضرة. نزال التريتمنت شلون؟ طبعا هنا لازم نبدي سيستميك انتي فونجل، ما بيها بعد مجال اللم من السيستميك انتي فونجل نعطيها. أكيد ما نعطيها الأول الألرجي، لأنه الألرجي وما موجود الفنغس وإنما فقط السبور عملت الألرجيك رياكشن. إذا أبو الألرجي شو راح نعالجه؟ اللي هو جماعة الأسمى واكتات أو الجابيك بيشن، نعالجه مثل ما نعالج أبو الأسمى، نعالج مثلا على الأول الألرجي، إنه نعطي مثلا كورتيكوستيرويدز أنتي هيستامين and so on so حسب البرزنتيشن مال البيشنت وحسب السيفيريتي مال الألرجيك رياكشن. بقت من عندنا؟ بقت عندنا الأسبرجيلوما والإنفيسيف والمنري أسبرجيلوسيس. هذول يحتاجون سيستميك أنتي فانجل، سيستميك أنتي فانجل اللي هي either الأزول كومباوندز in the form of إتروكونازول or أنفوتريسين B. الأنفوتريسين بي ما نقدر نستمر عليه فترة طويلة لأنه هو توكسيك، فممكن أن نعطي الأنفوتريسين بي فترة وبعدين نرجع نكمل الإتروكونازول، لأنه دائما نحتاج بالفنجل إنفكشن لونج ديوريشن أوف تريتمنت. الأسبرجيلوما ما نكتفي فقط بالأنتي فنجل. ليش؟ لأنه عندنا كافيتي وعندنا فنجل بول وعندنا فنجل إليمنتس موجودة بداخل التشيو، موجودة بداخل اللونج تشيو. إذا إيش لازم نعمل له؟ سيرجيكال ريسكشن. إذا هسه صارت واضحة الصورة. يقول الألرجي نعم شو كالألرجي كأسمنتي كورتيكوستيرويدز أنتي هيستامين وأكوردينج. الانفيسيف بولمونري اسبرجيلوسيس يوجوالي ذا تريتمنت إز باي ذا سيستميك أنتي فانجل اللي الأنفوتريسين بي أو الأزول كومباوند. سمتايمز السيتوكاين إميونو ثيرابي يحتاجوها في بعض السيفير كيسز، يعني يمكن ما كثير نحن عندنا مستخدمها هذا إذا استخدمناها، بس بالأوتسايد هذا الجيما ثيرابي خاص بالإنفيزيف بولمونري اسبرجيلوسيس لأن إحنا ما متوفر عندنا، إن شاء الله تتوفر. وبقى عندنا آخر شيء الأسبرجيلوما اللي هي نعالجها بالسيرجري مع الأنتي فانجل إيجنت. هذا فيما يخص الأسبرجيلوسيس. أكو سؤال؟ طلاب الصوت واضح؟ طلاب؟ دكتورة واضح؟ واضح دكتورة. إيه. خاف ليس عندي انقطاع بالصوت وأنا ما أعرف يعني. أوكي، هسا ننتقل إلى الموضوع الآخر اللي هو الميوكارمايكوسيس. الميوكارمايكوسيس أو الزايكوميكوسيس ما تقولون لكم هسا هذا هو العهد أو العصر مالته بوجود الكوفيد 19 اللي هو الفطر الأسود اللي هو انتشر كثير بالهند
حتى قبل انتشار بالهند احنا كثير ايضا حالات سجلت عندنا. البارحه كانت الندوه مالتنا عن هذا الموضوع. فالميوكار مايكوسيس او الزايكومايكوسيس هو طبعا تشيستيك فانجل انفكشن كوز باي ذا زايكومايسيتس. الزايكومايسيتس هو اللي اهم سبيشيز الرايزوبوس رايزوميوكار اند ميوكار. اهم اثنين هم الرايزوبوس اند ميوكار which causes the ميوكار مايكوسيس or the زايكومايكوسيس. يعني ايش مشكلته هذا الميوكار مايكوسيس او الزايكومايكوسيس؟ هذا unexpected يعني شوية diagnosis دائما يكون بعيد لأن هو rare حقيقة هو كديزيز rare يعني بالسنوات الماضية ما كان كثير موجود هسه زاد بسبب الإميونوسبريسيف تريتمنت اللي استخدموه بالكوفيد 19 أو الإميونوسبريسيف تريتمنت اللي استخدموه مثلا للمرضى الأخرى أو الدايابيتيك بيشنت. يعني هي عادة كانت محصورة بالدايابيتس عند الدايابيتس دايابيتيك كيتو أسيدوسيس عادة يكون لايبل فور ميوكارميكوسيس وتتسجل بقليل حالات يعني هو رير. هسه حاليا زادت بسبب الكوفيد 19 طبعا هو بأنواع الأسوأ واحد أو خلينا نقول أكثر واحد أجريسيف اللي هو الراينو سيربل ميوكارميكوسيس. الرابرو سيربرا ميوكارميكوسيس من وين يبدي؟ يبدي من النيزل باسجوس. هذا يصير عندنا inhalation and discharge موجودة وسط كل مكان موجود الرايزوبوس والميوكار خصوصا احنا عندنا وين ما تروح كان بالدست اي مكان بالمستشفى بالبيت عندنا موجود الرايزوبوس. فهذا يدخل عن طريق النيزل باسجوس راح يصير germination يصير الهايفي تعبر على blood vessels ما تعبر على blood vessels راح يسوي لنا thrombosis اللي هو هذا سبب يعني يسوي لنا تشي هايبوكسيا ويسوي لنا clotting ويصير التشي اسود ومن هذا جاي يسمون عفن الأسود والفطر الأسود. ما تعرفون أنتم يعني أنتم دارسين إنه الرايزوبوس والميوكر هو لطفا أي هو ما دار هو ما أسود ما حتى يطلع جراي حتى بالقلم جراي sometimes اللاين على تكون سبورت وتكون بلاك إن كلر لكن ليس الفنجس هو بحد ذاته أسود وإنما الديزيز يعني اللي تنتهي البرزنتيشن بيشنت التشيو مالته راح يكون بلاك إن كلر نتيجة الهيبوكسيا والديد تشيو أكيوميليشن عند الفنجس. طبعا يعبر من النيزل كافيتي وين يروح على البرين هو اسمه راينو سيريبرال فمن النوز هذا السيربرال ممكن يصل الى الاي بول والبيشنت ينتهي بالبلايندنس. طبعا هو ديستركتيف هايلي ديستركتيف ديزيز ياكل كل البون والتشيو والفيشيا واذا يصل للبرين طبعا هو فيتال ورابد للبروجريسنج لانه هو اصلا ميوكر ورايزوبوس من الفنجاي بيتنمو اسرع من البقيه اسرع من الاسبرجين اصلا اسرع من حتى الاذر ساكروفايس يعني هو خلال 2-3 days ينمو بينما هناك مثلا ممكن يحتاجون أسبوع لذلك يكون بالديزيز مور إنفلس أو ثوراسيك ميكورمايكوسيس اللي هو سر إنفلشن of the lung tissue بيجن of the lung tissue and parenchyma. هاي الصورة اللي عندكم هي أمامكم اللي هي موضحة للراينو سيريبرال ميكورمايكوسيس أتخبون هذا التشيو هنا اللي صاير بي بلاكش لسكيلوريشن اللي هو مثلا بسقف الحلق من نيزل كابيتي يصير عندهم يفحصوا جماعة الانتي طبعا البرزنتيشن اكثر شيء يجوا جماعة الانتي لان هي بتبدا بسيلولايتس في الفيس يعني تبدا بشيء سمبل من الاورال كافيتي الانفيجن او من العفو يعني النيزل كافيتي يعبر على الاورال كافيتي ديزيز او يطلع عن العفو دكتورة البرين. نعم دكتورة الصلاه ما تتقلب يمي ما وصلت الصوره يمكم هسه موجودة الصورة بس فقط يعني على الأسبرج النصف ما أعرف بس يمي لو بقيت دكتورة الصورة موجودة يمي ما جوز فرح أنت يمي كان مشكلة هسة الصورة أشنو اللي أمامكم راينو سيربرو ميكرو مايكوسيس فهذا الراينو سيربرو فروح أشوف يخاف أنت يمي الانترنت ضعيف فهذا الراينو سيربرال ميكورمايكوسيس مثل ما هو امامكم هذا كان الباكش بلاك اللي تصير عندنا واذا طبعا وصلت للاوربتس راح يصير عندنا كومبليت ديستركشن اوف ذا اي طبعا الصور مور اجريسيف من هذه اللي انا اعرفها الدايجنوستيك مش قد يكون اسرع يكون لايف سيفينج بالنسبه للميكورمايكوسيس مش قد يتاخر يعني اذا عبر مثلا 24 ساعه يعني ممكن نفقد المريض لذلك لازم واحد يكون كلش alerted أو
highly oriented لهذا المرض، خصوصا بالdiabetic patients، patients اللي عنده lymphopenia مثلا، عنده هجمات leukemia أو blood malignancies، أو دائما يصير عندهم هذه. وهسه حاليا وجود الكوفيد، الحالات الكوفيد انه هو يعمل immunosuppression، ونحن عن ايضا نعطيهم immunosuppressive treatment ياخذون high corticosteroid treatment. ال diagnosis اكيد عندنا direct examination culture، direct examination of the nasal discharge tissue، طبعا يعملوا لها مثلا histopathological examination او نحن direct AOH نشتغلوا. وتعرفوا انتم من الهاي فيل اللي هي كانت بلود اسيتيتد هاي فيل اللي هي خاصه بال لا ما تكلمت عن الميكروسكوبيكال ابيرانس مال اسبرجيلوس باعتبار مخلي بالعملي ريجولر اسيتيتد هاي فيل بروميتد فانجاي ونزرعه على الكلتشر اللي هو الاس دي اي فانجاس جرو رابيدلي مثلا بلوتر ميديات بالبنس اوف كوتيني كولوني بالميزات بوتن للشعر identification based on the sporangial structure. أكيد إحنا قلنا دائما ما نعتمد فقط على الهايفل، على السبورانجيا اللي هي هذه اللي موجودة بها، وهذه الهايفي يعني تطلع مثل البول، هاي وايد هايفي مثل البول، مرات تصير كولابس بالكونيدي تشوفوها بالخارج لأنها تنفجر. هذا direct examination من الكلتشر، وهذا الكلتشر اللي هو نانكم اللي هو يطلع جراي، بعدين يبدي يصير بلاك من يصير complete maturation of the sporangia. التريتمنت عشان نعالجه طبعا لازم surgical debridement، هذا ديت الشيء كله منشاع أكيد، معها systemic antifungal اللي هي الأنفوتروسين، بإضافة إلى controlling of the underlying disease اللي هو سبب immune suppression، لأنه من تعدل immune system من البيشنت يبدي هو يساعد بالتريتمنت. فمثلا الدايبيتيك بيشنت مثلا يسوون كنترول للشوجر، او مثلا اذا هو ياخذ سبسيف تريتمنت يسوون بوستنج اوف الاميون سيستم اند سو اون سو. الموضوع الاخر اللي هو الكانديدياسيس، الكانديدا هذا كلش كومن ديزيز وموجود في كل مكان، وماكو طفل ولا اكو كبير ولا اي شخص من عندنا في اي مرحله من حياته سوف يتعرض الى الكانديدياسيس اللي هو the most common type of fungal infection. It is caused by the candida species. أهم واحدة اللي هي الألبيكان، candida albicans اللي هي most common، وكنا الألبيكانز يكون بلابراتا the other the candida species. المهم تعرفوا the most common species of the candida albicans أو أنه بيكون عنده candidiasis. شلون اللي يصير clinical presentation بالنسبة للكانديدياسيس؟ الكانديدا causing invade mucus and skin. لذلك تذكروا من أخذنا dermatophyte infection تكلمنا عن skin infection، استمعنا إلى dermatophyte and candida infection. نتركم وقت الكانديدا invade the skin and its appendages، يعني nail أيضا involved بالtreatment، العفو بالinfection. فالكلينيكال ريبريزنتيشن اما ميوكوكوتينيوس كانديدياسيس، وايضا ممكن ان نصاب بكانديديميا او سيستميك كانديدياسيس اذا وصلت الى بلوت سترين. طبعا الموست كومن اللي هو الميوكوكوتينيوس او ميوكوكوتينيوس كانديدياسيس، اكيد ده ريسك فاكتور ايضا تتعلق بالاميون سيستم لانه قلنا هو اوبورتونستيك ميكرو اورجانيزم، فاكيد اكو فد ديبرشن ان ذا اميون سيستم سواء كان لوكالي أو systemically. يعني شنو local؟ يعني مثلاً السكين هو نفسه مثلاً region السكين هو أكثر مكان يعني أوسع immune system بالنسبة لنا، هو support of the immune system، هو defense line. فمثلاً إذا عرف أنه صار عندنا الميكروبيوتم تتغيرت، أو تعرض أنه دائماً يكون ميت، أو يصير فيه مشاكل، أو ينجرح، أو هذا تفقد أول دفاع عندك اللي هو السكين. فإما يكون local أو يكون systemic immunosuppression حتى يصير عندنا cutaneous cutaneous candidiasis. طبعا أهم risk factor من مجموعة الأيدز البريجنانسي، لأن هذا الهرمون disturbance تساعد أنه يصير عندهم candida infection. diabetic patients ولا كلش معرضين للكانديدا،
young old age ايضا هذول ايضا immune system يضعف ال young age اللي هم الصغار ال infants when you need بعد immune system is not fully developed and the birth control pills لانها ايضا تعمل لنا hormonal disturbance والهرمون الديستربنس يأثر ويصعب على ميكوس ممبرين وليس على السكن. تروما قلنا إذا السكن تعرض إلى تروما بيرن ماسريشن في السكن and so on so on. إذا قلنا يا إما يكون لوكال يا إما يكون سيستم. فايش راح يكون البرزنتيشن مالتنا بالنسبة لنا ميوكوكوتينيوس كانديديثيس؟ أول شيء عندنا الثرش اللي هو الأورال ثرش اللي هذا أكيد كان مر عليكم أو كنت سألوكم هذول الأطفال اللي يطلع عندهم بياضة بحلهم ما أعرف إيش هذا دائما أشياء تكون معتادة اللي تصير أكثر شيء بالأطفال. Of course on the tongue, lips, gums or the palate. It is patchy to confluent whitish pseudomembranous lesion composed of epithelial cells, yeast cells and pseudohyphae. قلنا لأنه مميزات الكانديدا خصوصا الألبي كانسبيشيس تعمل لنا pseudohyphae. إذا راح تكون هاي كلها الكومبوزيشن تعمل لنا هذا pseudomembran اللي موجود بشكل patches في الأورال كافيتي. النوع الثاني من الميوكوموتوكونيس كانديدياسيس اللي هو الفولفو فاجينال كانديدياسيس او الفولفو فاجينالتس هذا من سومن تابس اوف انفكشن ان فيميل دائما يكون البرزنتيشن مالها بالنسبه للجماعه النسائيه تجي ان ذا فورم اوف فانجل انفكشن اوف ذا لور جينيتال تراكت فيس انفيجن اوف ذا فاجينال ميوكوزا ليدنج تو اريتيشن شو راح يكون البرزنتيشن يكون عندهم اريتيشن بلورايتس اند فانجل ديسشارج تجي تشكي من وايت فانجل ديسشارج مع بلورايتس وبرنينج سنسيشن هذا كله تو ساينز اوف فولفو vaginitis or vaginal candida infection. الانترترايجينيوس اللي هي تصير وسط السكن فولز. السكن فولز دائما تكون منطقة خصوصا بالأوبيس بيشن لذلك قلنا الأوبيسيتي أيضا تعتبر كريسك فاكتور بالنسبة للكانديدا. ليش؟ لأنه دائما هذا السكن مالته بالمناطق السكن فولز يكون مويست وارم هذه هي الانفايرمنت المناسبة لنمو الكانديدا. فراح يكون مثلاً وين؟ بالأكزيلا مثلاً أنجر بريست مثلاً فعال كل هذه المكانات تتشكل إيش؟ مكان مناسب لنمو الكانديدا ويسمونا الانتراتوجينوس انفكشن شو راح يكون البرزنتيشن؟ ريد سكين طبعاً راح يكون ريد مويست sometimes may develop physical إذا كان كلش عالي inflammation الانتر ديجيتال اللي هي بين الاصابع بين الاصابع خصوصا التوز شلون راح تكون مثلا المكان او هذول الاشخاص اللي يستخدمون الماي بكثره مثلا مثل ما قلنا السباحين مثل ما كانت الريسك فاكتور مال تين بيدس ايضا هنا ايضا فيصير عندنا بتوين فينجرز سواء كانت بالهاند او بالتو البارونيكيا البارونيكيا هنا اشنو هاي البارونيكيا معناته inflammation of the skin surrounding the nail not the nail itself أكيد يمكن مرت عليكم أو في فترة من الفترات تلاحظون هاي المنطقة السفتش اللي حوالين النيل مالتكم تنفخ وتصير حمراء وما أعرف إيش هذه مثلا البارونيكيا ممكن يكون سببها لأنه سبب ممكن يكون فانجل وممكن يكون بكتيريا أكيد إلا واحد يعني كنا تعرضنا لها كثير إنه يصير infection of the soft tissue around the nail فواحد من الكوزز مال البارونيكيا اللي هي الكانديدا تشبه مثل ما قلت لكم البيوجين البارونيكيا تشبه يعني سبب بكتيريا هاي الصور اللي امامكم هذا الاورال ثرش اللي هو هذا اول واحد هاي الانترفيجيوس اللي قلنا تصير بالسكن فولز سواء كانت سله مثلا عندنا بس فينا وهذا يصير between the toes and between the fingers وهاي البارونيكيا اللي تشوفوها النيل هو ما بيشي بس التشو حواليه يكون inflamed and red due to the invasion by the yeast تكملة الكوتينيا وصلنا الكوكوتينيوس كانديدياسيس قلت لكم ايش ايضا ممكن انه يصير عندنا infection of the nail فاذا عندنا onychomycosis وتشبه ال onychomycosis caused by the tina الحفلتيني التينا أمبون هنا اللي يحكمها بالدياجنوسس أكثر شيء والله طبعا أكو فروقات فيها بس يعني هنخليها جامعة الجلدية هي يعني كلينيكلي خلصنا بس يعني بالنسبة للمايكروبيولوجي تجينا نسبسمن لازم نعرف أنه هل طلعت تيسيا فهي كانديدا إذا طلعت هايبر إيلمنتس وكونيديا فمعناتها هنا تينيا انفكشن
ايضا من الميوكوس ممبرين اللي انفولد اللي هو من الجي اي تي اللي يبدي بالاسوفاجس مثل عند الاسوفاجيال كانديدياسيس patient يصير عنده difficulties and painful in swallowing. ممكن طبعا يصير عندنا candidiasis of the intestine and so on so خصوصا بالاطفال واللي هي حتى كان ذكر مثلا مهم مستخدم منها كان الستاتين الاورال اللي هو ما يشتغل لوكالي ما يشتغل بالسيستم بس احنا نعطيه سيستم نعطيه اورالي حتى يشتغل لوكالي. النوع الاخير اللي هو الكرونيك ميكوكوتينيوس كانديدياسيس الاكيد كنت اخذتهم من deficiency primary and secondary immune deficiency اللي اخذتها من المناعة كانت واحدة من البرزنتيشن واحدة من الاميون ديفيشنسيز اصلا ميكوكوتينيوس كانديدياسيس. هاي تلاحظون الصورة اللي امامكم هذا طبعا الاندوسكوبي للاسوفيجيال كانديدياسيس هذا عندنا السكن involved هنا وايضا infection of the nail وهذا ايضا الاسوفيجيال كانديدياسيس تطلع شكل white patches. انتهينا من السوبرفيشال الجينيسال ميكوكوتينيوس تصل الى السيستميك كانديدياسيس سمبل السيستميك كانديدياسيس من invasion of the blood by the candida واللي نسميها كانديدينيا اللي هي مثلا سبب انجين كابيتال او مثلا اي بي او يعني patient مثلا متعرضه للسيرجري خصوصا الجي اي تي سيرجري لانه الكانديدا موجوده ممكن انها تعبر على البلاد ستريم او patient تعطف في الكاثيتر سواء كان الكاثيتر نيزوفرنجيال يعني نيزوغاستريك او انتروفينوس كاثيتر الانتروفينوس دراج ابيوزر اي شيء يسوي انتروداكشن انتو ذا بلاد الدمج اوف سكين اوف ذا جاستروانتستاينال تراكت مثل ما قلت لكم دمج تو ذا سكين ممكن ان الكانديدا يصير دمج يدخل او جاستروانتستاينال تراكت سواء كانت سبب سيرجري او تروما او كاثيتر. اشمل فيريولنس فاكتور اللي يؤهل هذه الكانديدا ان تعمل انفكشن adhesions of the microorganism يعني هذه لها قابلية أنها تمسك الـ cells هذا أول واحد proteases اللي هو enzymes and instructions of the elements of the cell خصوصا mucous membrane hydrophobic molecules on the surface of the candida species هذه تمكنها من أنها تمسك الـ cell هاي hydrophobic molecules اللي كعامل مساعد إلى الـ adhesion إضافة إلى الـ biofilm formation لكن أنا كنت شرحت لكم شوية على البايوفيل من أخذنا الأنتيبايوتيك اللي عبارة عن كوميونيتي من السيلز تكون داخل الماتريكس فيكون عندنا من الخارج تبين السيلز الخارجية تحمي المجتمع الداخلي اللي هو داخل ماتريكس من ميوكوكولي سكرات فالكانديدا أيضا تعمل بايوفيل إضافة إلى الفينوتيبيك سويتشينج. إيش مقصود بالفينوتيبيك سويتشينج؟ ميزات الكانديدا احنا قلناها انه تعمل لنا سيدو هايفي اند سمتايمز تو هايفي هذا يسموه فينوتيبيك سويتشينج يعني تتحول من اليست فورم الى المولد فورم لكنه فقط بالمايكروسكوبيكال فقط بالمايكروسكوبي وليس بالكلتشر فهذا يسموه فينوتيبيك سويتشينج سو ات از ايبل تو سويتش تو فيلامنتس فورم تتحول الى فيلامنتس فورم هذا راح يكون واحد من الانفيزيف فاكتور بيساعد بالانفيجن اوف ذا تيشو إضافة إلى الأضر إنزام فوسفولايبيزيس يعني تقدرون تقسموها حتى ما تنسوها فوسفولايبيزيس وبروتيزيس هذولا إنزام هيدروفوبيك مولكيولز تساعد في الأدهيجن هذولا صارت عندنا اثنين من صار بيها أدهيجن راح تعمل لنا في مجتمع من البايوفيلم فتحمي نفسها من ماتريكس وداخل هالماتريكس راح تبدي تغير من شكلها لأنه هي محمية يعني هذا مثل تسلسل حتى يساعدكم في حبول بليونس فاكتور أوف ذا كانديدا. أشهر راح نعمل دايجنوزيس نشوف الستبس مع الدايجنوزيس كله تقريبا موحدة دايركت كلتشر هاي خصوصا بالمايكولوجي دايركت كلتشر دايركت كلتشر وشوية ممكن أن نتطرق إلى نان كلتشرال ميثودز شوية بالكانديدا دايجنوزيس شوية أوسع لأنه هي كمان فدايركت اكزامينيشن راح تاخذ الصواب وتفحص الايست فورم وتزرع على السابوريديكستروز اغار أو لون كولتشرال ميثود شو راح أسوي له دايجنوزز والسيرو دايجنوزز ونصل آخر شيء بالأيدنتيفيكيشن. الدايركت إكزامينيشن مثل ما شفتم أنتم بالمختبر إحنا كان عندنا ممكن إنه إما يكون الجرام ستينينج
وتطلع هي السيلز اللي هي بادينج هي السيلز ونطلع جرام بوزيتيف. وسمتايمز ممكن انهم نشوف السيدو هاي في بيها بس يعني ها شويه ذا هيمو كونستركشن انديكيت ذا بريزنس اوف ذا كانديدا، يعني هذا هي السيل كونستركشن وتطلع عندنا اللي يسمونها سيدو هاي في 20% كيكو ايج وذ باركر انك او كالكو فلور ويت ماونت بريبريشن. الكالكو فلور هسه قلنا هو من هذا اللي هو منه فلوريسنت ستينينج. وبعدين نزرع على ال SDA تطلع هذه ميوكويد يستي اودر كولونيز تشبه من الكولوني مع البكتيريا لكنها تكون اكبر and more ميوكويد مع اليستي اودر. نشم نشم ريحة الخميرة تاخذ فترة اطول بالجروث من البكتيريا 48 72 ساعة. طبعا الاوبتيمم تمبرتشر هي 37 لان 37 لكن 27 ومن 25 إلى 37 الانكيبيشن تمبرتشر. أشنو النون كلتشرال أنتيجين ديتكشن؟ دائما هذا النون كلتشرال هو أنتيجين ديتكشن أو PCR ديتكشن of the fungal DNA by the PCR or DNA probe. السيرو دايجنوزيز الانتيبادي ما يفيد أبد ما يفيد لأنه ما ممكن أكو شخص ما كان تعرض إلى الكانديدا. فالانتيبادي إجاز ذا كانديدا طبعا هي تعتبر بارت اوف ذا نورمال فلورا مرات موجودة في بعض الأشخاص فأكيد راح يسوي ممكن أن نسبيها انفيجون تعمل انتيبادي انسانها فما كل شيء تفيد. شو راح أعمل لك ايدنتيفيكيشن احنا حتى نعرف انها هي قلبي كان اللي هي فيرل ماستترين. الكونفنشنال ميثودز اللي هي جيرم تيوب فورميشن هي ايضا اخذتهم بالعملية جيرم تيوب اللي يستر يصير بيها امتداد اذا زرعناها بسيرة. الكلاميد سفور اللي هي نوع من انواع السفورز اللي تطلع بتكون thickening of the hyphal elements اللي صارت عندنا هذه لازم نزرعها على ميديا خاصة للفورم الأقاع حتى تطلع. حتى أصل أيضا للدايجنوزز لازم أعمل لها مثل ما كنا نعمل البكتيريا الكربوهيدرات يوتيلايزيشن تيست أو يسموه الاسيميليشن. قسم من الكتب يكتبون فرمنتيشن قسم من الكتب يعملوا اسيميليشن. الاسيميليشن هو صح because it really does not يعني go in the fermentative pathway ideally يسمون الاستيميليشن. أو إذا كلش وأسهل اللي هي الAPI for the candida واللي أيضا صورته كانت موجودة عندكم بالعملية. إذا نعتمد على إيش؟ على germinative formation ولا كلاميد سبور حتى نصل أن نقول هذه candida albicans. هذه تفيدنا وين؟ بالالبيكان نحن منها هي السترين الانفيزيف that's causing the disease. وهنا هاي الصورة عندكم اللي هي صورة الهايفي السيدو هايفي. السيدو هايفي تبقى معلقة باليست. الهايفي الترو هايفي المفروض تكون واحدة موجودة بس يعني موجودة يعني موجودة بهذه الصورة. هذا الكلاميدو سبور اللي هي بين ثيكن اوف ذا هايفي. وهذا لا هذا ايش يسموه هذا انتيجين ديتكشن نوع من انواع التست ما كل شيء وأن هذا الجلوكوز سكروز and maltose lactose هذا هو assimilation sugar assimilation أو نعملنا الIPI 20 للتريتمنت. أكيد إذا كان هو الميوكوكوتينيوس فشغلنا local رح نعطي topical agents نشوفه من قبل الله النستاتين أو ممكن أن نستخدم الأزول complex إذا كلش نستخدم الأورال أزول كمبوند إذا كانت الإنفكشن كلش سبير مثلا خصوصا للسوفيجيال كانديدياسيس. لكن مع عدد الكانديدياسيس مثلا فالفا فاجينا أو أورال يستخدمون إما الستاتين أو يستخدمون لوكال أزول زي مثلا مايكونازول أو كيتوكونازول أو أورال أو نستخدم أورال فلوكونازول. السيستميك كانديدياسيس أكيد لازم تتعاجل بالسيستميك لأن هي سيستميك فممكن أن نعطي الأنفوتريسين بي أو ممكن جماعة الأزول كومباوند أو كابسوفون جي أو الفلوسيتوسين. بالنسبة للكرونيك ميكروكوتونيس كانديدياسيس هذول دائماً كرونيك ديزيز فلازم يخلون أورال تريتمنت مع الأزول. الأذر يست اللي هو يسوي لنا إنفكشن اللي هو الكريبتوكوكوس نيوفورمانس اللي هو بسيديوماس يست إنهيليشن أوف ذا ييست سيل. شلون الباثوجينيز تبدي؟ تبدي بإنهيليشن يصير عندنا ديزيز برايمري اللي هو
the lung واللي هذا mostly pass unnoticed أو يسمى الإنفلونزا. وين المشكلة مالتنا؟ تبقى المشكلة إذا يصل إلى predilection site of the cryptococcus واللي هي المانينجز، ممكن يصل إلى center of nervous system ويسوي لنا cryptococcal meningeal encephalitis واللي هي هذا typical site for the cryptococcal infection. فالpresentation شو راح يكون؟ البرايمري راح يعبر، يبقى لنا منه the chronic form, the form of chronic meningitis هي cryptococcus yeast. إذا الانفكشن مالتها راح تكون إيش؟ chronic. فتعملنا منه chronic meningitis لأن هي تكون بالmeninges. المشكلة بها إنه هو هذا لا بها differential diagnosis كثير تشبه differential diagnosis مال space occupying lesion of the brain means OL or the brain space occupying lesion. Space occupying lesion مثلا brain tumor, brain abscess, degenerative central nervous disease. هاي إيش تعمل هذه؟ سوين increasing in the intracranial pressure وعلى فترة طويلة، ما تجي acute، ما مثل المنينجايتس مثلا اللي يصير بال مثلا ستريبتوكوكوس نيموني تعمل لنا منينجايتس acute منينجايتس، ان السيريا منينجايتس تعمل لنا acute منينجايتس. لا، هذا chronic. من من البكتيريات تعمل لنا كرونيك مننجايتس هي الميكوبكتيريان، لأن هي أيضا تظهر تدخل ضمن الديفرنشيال دايجنوزس مال الكريبتوكوكوس مننجايتس. إذا أي space occupying lesions سواء tumor أو brain abscess أو degenerative lung disease أو ميكوبكتيريان or other fungal meningitis كلها تعتبر differential diagnosis of the cryptococcus meningitis. طبعا الكريبتوكوكوس تجينا من ال مش رح تقول بالعمل الطلاب تجينا من البيرتز من البيجن بيجن سويس ما لسه بيجن دروبس هي ميديا مناسبة للنمو للكريبتوكوكس. هي ييست إذا شو راح يطلع؟ تطلع شكل ميوكوز كولوني تاخذ 2 to 3 days spherical budding yeast cell يعني ما تختلف عن الكانديدا إذا شفناها في الماونت في الويت ماونت. لكن شو راح يميزه؟ يميزه بالكبسول تكنيك. ليش؟ لأنه الكريبتوكوكس is a capsulated microorganism. إذا تختلف عن الكانديدا في كونها capsulated. إذا نحن راح نفحصها بالويت ماونت سواء كانت مثلا الكالكوفلور أو بالميت ماونت اللي هي اللاكتوفينول أو الكي أو إتش، ونفحصها أيضا مباشرة بالإنديان إنك ستين اللي هي خاصة للكابسول ستين. أو نسوي ديتكشن مال الأنتيجين اللي هو لاتكس أنتيجين، هذا بالنسبة للدايركت ديتكشن اللي هو مور سنسيتيف. أنا راح نشوفها هنا إلى أمامكم، هذا الإنديان إنك اللي هو كابسول ستين، هذا بالجرام ستين أو حتى بالويت ماونت ريبريشن تبين بهذه الطريقة، وهذا اللاتكس أجلوتينيشن. الكابسول ستين هي نيجاتيف ستين، المايكرو أورجانيزم راح ينصبغ، الباك جراوند تنصبغ، تبقى الكبسول فقط هي اللي ما تنصبغ. فتشوفون هاي المكان اللي هي مثل الفراغ، هذا هو وجود الكبسول. تشوفون هذا اليست وهذا البود، هذا بالنسبة للكابسول ستين. معها طبعا أكيد الكلتشر نزرع بدرجة 37 لأن الأوبتيمال تيمبرتشر بالنسبة لليست. وأيضا السايكلوهكسامايد هنا is not used لأنه هي sensitive وهي تعتبر من السايكوفيتيك فانجاي، فما ممكن نستخدم السايكلوهكسامايد لأنه نحن منها inhibition. بعد ما نعمل لها كلتشر وطلعت عندنا هاليست فورم، نعمل لها انديان انك حتى نتأكد أكثر، نعمل لها يوريس تيست يوريس تيست بوزيتيف، وأيضا هذا نتميز عن الكانديدا. والستيرولوجي أيضا ممكن أن نستخدم، ممكن أن نسوي detections of the cryptococcal antigen by detections of the antibody. أكيد the treatment combination of amphotericin and flocytosine يعني systemic. باقت آخر شيء عندنا اللي هي النيموسيستس يوروفاكاي قلنا والجيروفيسيا أو ما أعرف إيش كان اسمها، واحد يطلع شكل بس أكثر شيء يغضوها جيرو يعني جيروفيكي جيروفيكي آي ممكن ألف لفظ يطلع لها. على العموم هي سوينا نيموسيستس نيمونيا، هو الديزيز نيمو اسمه نيموسيستس نيمونيا، وهذا أي حد الآن متعارف عليه اللي
سيستس نيمونيا. سابقا قلنا كان اسمه نيموسيستس كاريني لانه كانت سابقا يعتقدون انه هي باراسايت، لان اللايف سايكل ماله والبيهيفير يشبه الانتروسيلولار باراسايت. بس من وصلنا الى الدي ان اي اناليسيس والام ار ان اي وهذه اللي هي ريسنتلي ديفلوبس، لا شافوا انه هي من هالناحيه ايش افنجس. فكانت سابقا جماعه الثمانينات والسبعينات كانوا يدرسوا بالباراسايتولوجي، من عبرنا الى التسعينات وصلنا الى حدكم الان يدرسوها بالمايكولوجي. وبها لايف سايكل اعتبروها طبعا من البسيديومايس، يعني هي البسيديومايس فاذا هي ايست لايك فنجس، لان هي ايست وليس من جماعه المولد. بها لايف سايكل اول شيء عندنا السيست وداخله السبوروزويد او التروفوزويد، يعني هو سمبلي السيستيك ستيج بداخله موجود التروفوزويد او السبوروزويد، ينفجر وتطلع عن التروفوزويد وينمو وهكذا. طبعا هي ليها سكشوال واسكشوال، هاي ما تعتبرش مهمه يعني احنا ما ندخل في هذه التفاصيل. المهم تعرفون انه اكو سيست اللي هو ممكن سبيريكال او سمتايمز بريزنت شيء، هاي مهمه ليش؟ لانه بالدايجنوزز يشوفها، أو ممكن نشوف السبوروزايت أو التروفوزايت. السبوروزايت تكون inside the cyst، ومن ينفتح هذا السيست يطلع لنا التروفوزايت اللي هو outside the cyst. وممكن نشوف حتى مرات cystic wall collapsed. كلها وين موجودة؟ وين موجودة؟ بالألفيراي of the lung، لأنه هي تعمل لنا نيمونيا. وهاي الصورة هنا اللي واضحة معكم، هذا السيست ويطلع من عنده يصير به يطلع من عنده التروفوزايت، التروفوزايت يصير بي ماتوريشن و يعني مالتيبل ستيجز الى ان يصل الى مرحله الماتروسيست ويصير بي راتشر وهكذا تنعاد اللايف سايكل ومني موسيستس. البرزنتيشن مالته هو نون سبيسيفيك نيمونيا. طبعا النيموسيستس نيمونيا مي ان ذا اميون سبريس بيشنت تصير خصوصا جماعه الهيماتولوجيكال ماليجنسي. طبعا كانت موجوده كل شيء كلها بس حتى تظل ببالكم انه نيموسيستس نيمونيا اللي هو ديزيز نيموسيستس نيمونيا تصير اكثر شيء بالميون سبريستيشن، اكثر شيء جماعه المالجنسي جماعه اليوكيميا واللمفوما هيماتولوجيكال مالجنسي. ولحد الان طبعا ما حد يعرف ايش تجي وين ما تجي، هل ايش الروت مال الانفكشن مالتها، هل تجي من البادي، هل تجي من النيشن، هل هي دايركت بيرسون تو بيرسون كونتاكت. كل هذه انون بعد لحد الان ما حد يعني وصل إلى طريقة المود of infection by the pneumocystis. الدياجنوزيس direct staining اللي هو ناخذ تشيو ونسوي له هيستولوجيكال سواء كان الجنزة تورجين بلو الميثانين سيلفر ستين. طبعا هذه هي سيلفر ستين خاصة بالنسبة للميكولوجي كلش مهمة بالدياجنوزيس of pneumocystis. إضافة إلى الكالكوفلورلايت يعني من هنا فلورسنت أيضا من الدياجنوستيك تيست فور ذا نيموسيستوسيس. طبعا ناخذون برونكيال ووش الافضل طبعا او لفاج ولا كلش كلش انديوست سبيوتم من البيشنت يعملوا له نيبيلايزيشن ب نورمال صلاين او كونسنتريتد ان اي سار سولوشن ياخذون السبيوتم ويعملوا له هذا ستين. بس الووش طبعا يكون افضل. كلتشر ماكو تصنع كلتشرابل ما نزرعه لا تزرع ولا تفطر ما تطلع. أيضا السيرولوجيكال تيستينج has been used to establish the prevalence of the infection، يعني هذا الكوريبيدميولوجيكال ما يفيدنا كذا diagnostic test، إذا نعتمد فقط على الدايركت تيستينج تكنيك. وهذه أمامكم الدايركت تيستينج، هذه الميثانين سيلفر ستين اللي عشرفون يعني هذا هو تروفوزول. هنا طبعا هذا السيستيك ليجن هذا بالفلورسنت ستيننج. طبعا هاي من ميزات انها تكون ميتد توجذر، حتى التروفوزايتس اللي تطلع وحده دائما تكون مجمعه مع بعضها مثلا بالكالكوفلور وايت وبالفلورسنت ستين. هذا الكالكوفلور وايت هذا من الفلورسنت كالكوفلور. التريتمنت ذا دروغ اوف تشويس فور تريتمنت اوف ات از ذا كو تراي مكسازول أو البنتامدين، لأنهم قلنا هي باراسايت حتى التريت مالتها يشبه الباراسيتيك انفكشن كانت سابقا كباراسايت، لكنه كوترايت مكسازول مفضل كبروفيلاكسيز. هذا لمن ينطل بروفيلاكسيز لجماعة الهيماتولوجيكال مالينسي. وبذلك تكون المحاضرة قد
انتهت والحمد لله انهينا معاها المنهج. اكو طلاب سؤال او استفسار عن المحاضره؟ This session is no longer being recorded. عندكم سؤال طلاب؟ إذا ما عندكم سؤال تقدرون تتفضلون ننهي المحاضرة.